يقول أيهما يقدم من يرغب، أو أيهما يقدم من يرغب في طلب العلم، هل يبدأ بحفظ القرآن ثم يطلب العلم أو يحفظ المتون ويطلب العلم في نفس الوقت؟ كونه يبدأ بحفظ القرآن هذا طيب، هذا تأسيس، يحفظ القرآن أولا إذا تيسر ثم يطلب العلم. نعم. وإذا جمع بين حفظ القرآن وطلب العلم في آن واحد فلا بأس بذلك.